في أخبار متداولة الفترة الماضية يقولون أن تمت معاقبة الممرضة اللي تسببت عن طريق الخطأ بحروق لرضيع في مستشفى الملك عبدالله ببيشة. العقوبة كانت حسم يومين من الراتب وإنذارها. أوضحت أن المستشفى عاقب الممرضة لإهمالها في أداء عملها خلال قيامها بتنظيف الطفل، مبينة وفقا لما نشرت صحيفة عكاظ أن الممرضة ما انتبهت لدرجة حرارة المياه ما تسبب للطفل بحروق من الدرجة الأولى. يذكر أن الرضيع مجهول لأبوين تم تنويمه بمستشفى الأطفال لتقديم الرعاية روتينية له بعد العثور عليه. ومعي هاتفيا من بيشة عبد الله الغامدي المتحدث الرسمي لصحة بيشة. حياك الله يا عبد الله. هلا بيك، الله يحييك ويبارك فيك. الله يسلمك، ما بغيت تجينا يا رجل. الله يسلمك. طيب ليتك تحدثني عن حرق الطفل هذه والمعلومات اللي عندك. اولا الله يمسيك بالخير ومشاهدين الكرام، واشكرك على الاستضافه. الله يحييك. واحب اوضح لك وللاخوه المشاهدين اننا في الصحه باذن الله، ما يهمنا في المقام الاول سلامه جميع المستفيدين من الخدمات الصحيه. هذا الذي على اساسه بنيت الصحه وصدر من خلالها الامر الملكي بانشاء وزاره الصحه. طيب احب اشير هنا الى الخبر المنشور بخصم يومين وانذار الممرضه. هذا خبر اجتهاد صحفي وما ذكر في الخبر غير صحيح جمله تفصيلا. ايش اللي صار؟ احنا في صحه بيشه يهمنا في حقيقه سلامه الاجراءات وتطبيق انظمه سلامه المرضى. موضوع الممرضة لا زال منظور للتحقيق لدى لجنة المخالفات الطبية، ومتى ما خلصت اللجنة إلى قرار النهائي فلن يضرنا أننا نعلن عن نتائج التحقيق. وسلامتكم. وتسلم. بس أنا بسألك الحين، أنت الموضوع عندكم كملة؟ نعم. أقول الموضوع كملة عندكم عبد الله؟ يا عبد الله وين رحت يا عبد الله؟ افا، هو قال سلامتكم ويبدو انه يعني مع السلامه. رجعونا عبد الله اذا ممكن، لانه احنا نبغى نعرف الموضوع هذا كمله عندهم في صحه بيشه. والشيء الثاني، اذا كان انه حرق الطفل هذا، الموضوع هذا بالنسبه لحرق الطفل انه ما تم ابدا، وانه كان مجرد اجتهادات صحفيه، يعني انه ما في موضوع من الاساس، وهم قاعدين يحقون على ايش؟ فهذه اللي نبغى نسالها اخونا عبد الله الغامدي. اتصلوا عليه يا شباب عشان نتكلم في الموضوع هذا، لانه احنا حاولنا في عبد الله كثير انه يظهر معنا.